الشابتر اللي بعد كده هنلاقي ان تقريبا يعني نص الكورس عمالين نتكلم عن حاجات اوريدي احنا واخدينها قبل كده بنعيدها بس يعني بصوره ادفانسد شويه. تمام؟ يعني مثلا في البدايه خالص حد يفكرني كده يعني ايه سيزما سي دي؟ تمنع كوليجن. تمام. ان اي كلاس كمبيوتر قبل ما يبعت داتا على الكارير اللي هو السلكه بيبعت الاول سنس على الكارير بيلسن على الكارير عشان يشوف ان كان عليه داتا ولا لا. لو عليه داتا ما يبعتش، ما عندوش داتا يبعت. تمام. ده حماني من الكوليجن؟ لا، لان ممكن تو ديفايسز في نفس الوقت يبعتوا سنس. صدفه كان الكارير فاضي، صح؟ وقلنا بقى ساعتها الباك اب الجوريزم بيشتغل والحوارات دي كلها. تمام. طيب ايه الفرق ما بين يونيكاست بروكاست مولتي كاست؟ يونيكاست للجهاز الكاست، برودكاست للجهاز الكل، مولتي كاست للجهاز مجموعه معينه من الاجهزه. طيب الماك ادرس متقسم عندي لجزئيتين، الاو يو اي الاورجنايزيشنال يونيك ايدنتيفاير، وده بيبقى خاص بكل مصنع او كل اورجنايزيشن رقم ثابت عليها. وبالنسبه للجزء الثاني السريالات اللي هو بيحطها اللي مسموح له ان هو يحطها بنسميها الفيندور اصلا. تمام. بعد كده بيتكلم عن شكل الفريم بتاع الايثرنت. تمام. يعني مثلا على سبيل المثال احسن يعني اكتر حاجه تهمني فيه دلوقتي اللي هو مين؟ الديستنيشن ادرس اللي هو الماك، والسورس ادرس اللي هو الماك بتاع السورس، صح؟ وكل واحد بيتمثل في قد ايه؟ 6 بايت. بيتمثل في قد ايه يا شباب؟ 6 بايت. تمام. ولو تفتكروا كان في جزء كده في الاخر اسمه فريم تشيك سيكونس. الفريم تشيك سيكونس ده ايه؟ اللي بيعمل لي ديتكت للايرور، مش ريكفري. مين اللي كان بيعمل لي ريكفري؟ الترانسبورت لاير في حاله التي سي. تمام. طيب بعد كده هاف دوبلكس وفول دوبلكس، ايه الفرق ما بينهم؟ هاف دوبلكس بقدر ان انا ابعت واستقبل على نفس السلك، لكن فول دوبلكس المفترض ان انا ببعت على سلكه وبستقبل على سلكه ثانيه خالص. وبالتالي طالما لو هشتغل فول دوبلكس انا كده عرضه ان يحصل عندي كوليجن، يبقى انا محتاجه السيزمس دي؟ لا. تعالوا نرجع بقى كده تاني بالذاكره. لو انا عندي الراوتر لو عندي حسب السويتشين واحد شغال فولد وثاني اوف. طيب لو انا عندي دلوقتي تو سويتشز، سويتش 1 وسويتش 2 متوصلين بالذاكر يلا بالذاكر لسه راجعه تو سويتشز متوصلين بسلكه واحده، ايه رايكم التو سويتشز دول شغالين هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس؟ يعني ايه اوتو نيجوشيشن؟ يعني عندهم استعداد يشتغلوا هاف دوبلكس وعندهم استعداد يشتغلوا فول دوبلكس، فيبداوا يتفاوضوا مع بعض اكيد هيرسوا الافضل. في السيناريو ده مين الافضل؟ الفول. تمام. طب ازاي فول وهو سلكه واحده؟ لان احنا عرفنا ان السلكه دي من جواها 8 فراز من الاسلاك. لو انا دلوقتي شغاله فاست ايثرنت هبعت على سلكتين واستقبل على سلكتين، يبقى انا كده شغاله فول. تمام. لو انا شغاله هاف هبعت على الاربع اسلاك واستقبل على الاربع اسلاك، يبقى انا كده شغاله هاف. وطالما شغاله هاف وانت مغمض تعرف على طول ان السيزمس دي لازم يشتغل عشان يحميني من مشاكل الكوليجن. ده بالنسبه للفاست ايثرنت. بالنسبه للجيج ايثرنت الداتا بتتنقل على 8 فرد من الاسلاك مش على 4 بس. احنا عارفين تاني ان الفاست ايثرنت هبعت الداتا على 4 والاربعه التانيين ممكن استخدمهم باور اوفر ايثرنت، انما في الجيج هبعت الداتا على 8. طب والباور ممكن احمله على الداتا. تمام. طيب ده بالنسبه لمين؟ الهاب دوبلكس والفول دوبلكس. تمام. طب افرض دلوقتي السويتش الاولاني سبته على الديفولت وجيت على السويتش اللي قصاده خليته هوب، سويتش 1 هيرس على الهوب، وطالما هيرس على الهوب وانت مغمض السيزمس دي هيشتغل، صح؟ طيب سويتش 1 سبته على الديفولت وسويتش 2 بايدي قلت له عملت له هارد كود انت اشتغل فول، بالظبط هيختار الاسوء اللي هو هوب. تمام. واول ما يختار الهوب على طول هلاقي نفسي دخلت في اللوب. ليه بقى؟ السويتش الاولاني ده كل ما يكون عنده داتا الغلبان ده يبعت ايه في الاول؟ سنس على الكارير لانه شغال هوف، وطالما شغال هوف هيشتغل بتكنولوجي السيزمس دي عشان يحميه من مشاكل الكولاجين. تمام. سويتش 2 كل ما يكون عنده داتا بطلي يروح باعتها على طول في نفس الوقت. تمام. هلاقي باستمرار حصل عندي هنا كولاجين،
الاستمرار حصل ايه شباب؟ كل شيء تمام؟ والسويتش مش هيسمح لك ان يحصل لوب ولا حاجه، لان كل شويه هيطلع لك سيس لوب كده على الشاشه يقول لك دوبلكس مسلتش، دوبلكس مسلتش. واضحه؟ علشان كده بدل ما تلاقي نفسك اتحطيت في سيناريوهات اندر ديكتبل تظبطها ازاي؟ لو انت هتشتغل اوتو نيجوشيشن يبقى الطرفين اوتو نيجوشيشن. لو انت هتعمل هارد كود للسويتش فيهم بقيمه يبقى السويتش الثاني اعمل له هارد كود برده بنفس القيمه. وللدقه السويتش اللي قدامكم ده 2960 لما جيت عملت الحركه دي عليه ده فعلا قلب نفسه ايه؟ هوف. وبالمناسبه هو كان قلب نفسه هوف مش عشان اللي قصاده هوف هنا، لكن زي ما اتفقنا هو بيبدا يسال السويتش اللي قدامه يا سويتش اتنين ها؟ هنشتغل ايه؟ انا وقفت الاوتو نيجوشيشن هنا فهيفترض الاسوأ، مين الاسوأ في السيناريو ده او ده؟ هو. تمام؟ لما جيت وردت الكلام ده على سويتشات تانية زي 3550 و 3560 سويتشات بقى محترمة لقيت ده نفسه قلب فل. بس للدقة بقى منعا لأي مشاكل وعشان ما تلاقيش نفسك زي ما اتفقنا اتحطيت في سيناريوهات انبريدكتبل، يا اما الطرفين اوتو نيجوشيشن يا اما الطرفين اعمل لهم بايدك هارد كود نفس القيمه عشان زي ما اتفقنا ما تلاقيش نفسك اتحطيت في سيناريوهات اندر ديكتابل. تمام؟ ده الفرق ما بين هاف دوبلكس وفول دوبلكس. قلنا تاني اوتو نيجوشيشن كان بروديوس اندر ديكتابل ريزلت. تمام؟ طيب تو سويتشز المفترض ان هما يتقرجوا ايه؟ كروس اوفر؟ كروس اوفر صح؟ طب لو انا قرجتهم ستريت ثرو مش كنت قلت لكم هيشتغلوا زي القرود عادي؟ ليه؟ كروت الشبكه الجديده كلها بنقول عليها كروت انتليجنت للدقه بتسبورت فيتشر اسمه ميدل سوت. ده امر بيتكتب تحت الانترفيس انا مش مضطر اكتبه، الامر ده موجود باي ديفولت. الامر ده تاثيره ايه؟ ان البورت ده متوصل بكاس قدامه تمام؟ سواء الجهاز اللي قدامي ده المفترض ان احنا نشتغل مع بعض ستريت ثرو او كروس اوفر هيشتغل مفيش مشاكل. بس بشرط الامر يكون مكتوب تحت الانترفيس ميكس كود. واضحه؟ تمام. بعد كده نراجع كده على السريع السويتش كان بيشتغل ازاي. ده سويتش تمام متوصل على مجموعه من الاجهزه يا واد اذكر يال متوصل على مجموعه من الاجهزه اي بي سي دي. وكنا عرفنا ان كل بورت على السويتش بيبقى له فاست 0 على 1 فاست 0 على 2 فاست ايثرنت 0 على 3 فاست ايثرنت 0 على 4. كنت قبل كده لما اخذنا الكلام ده زمان في السمستر الاولاني قلت لكم كل بورت بيبقى له اسم بس سجلوا الاسم ده شويه. اعتقد دلوقتي الكلام ده بقى واضح بقى تمام. فهفترض ان جهاز اي عايز يبعت داتا لجهاز سي اول فريم السويتش بلاش كلمة بروكست فلاد فلاد يعني هيبعت على كل الانترفيس ما عدا الانترفيس اللي جات لي منه الداتا لان كلمة بروكست معناه هيبعتها لكل انكلودنج الجهاز اللي بعت لي الداتا فاسمها ايه تاني؟ فلاد. فهيعمل فلاد على كل الانترفيس ما عدا الانترفيس اللي جالي منه الداتا تمام؟ ده اول فريم بس وهيستغل الفريم دي ان هو يبلد جوه الرامة بتاعتي تيبل. التيبل ده اسمه ماك ادرس تيبل. ايه الماك ادرس تيبل ده بقى؟ قال لك ده هيبقى علاقة ما بين اسم الانترفيس وما بين الماك. اسم الانترفيس ايه والماك بتاع مين؟ السورس. فانا هفترض دلوقتي ان جهاز ايه عايز يبعت داتا زي ما اتفقنا لجهاز سي اول فريم ايه اللي حصل لها؟ فلاد. بس هيتحط لها قيمه هنا ان الماك بتاع ايه مربوط على فاست 0 على 1 دي اول فريم تمام. الفريم وصلت لبي حصل لها دروب وصلت لدي حصل لها دروب وصلت للسي السي هيبدا ايه يرد بقى. هفترض ان الداتا دي مثلا بنج ايه بيبنج على سي فالسي المفروض ان هو يبدا ان هو يربلاي على الاي صح. فاللي هيحصل انه هيتحط له هنا قيمه سي مربوط على فاست 0 على 3 فاست 0 على مين 3 تمام. زي ما قلت لكم اول فريم بس اللي السويتش هيستغلها عشان يبيلد الماك ادرس تيبل. تعالوا بعد كده بصوا على على ملايين الفريمز اللي بعديها ايه اللي هيحصل. السويتش كده هيبص على الداتا دي تمام. هو انت رايحه لمين الديستنيشن ماك مين
السي تمام السي موجوده في التيبل اه مربوط على اف 0 على 3 يروح بعت الفريم على طول على ايه اف 0 على 3 اللي هو كالسي تمام اي قيمه في التيبل ما بتفضلش فوريفر بتفضل فتره كده بنسميها ايجينج تايم قيمه اسمها ايه يا شباب ايجينج تايم الايجينج تايم دي الديفولت بتاعها ان هو 300 ثانيه اللي هو 5 دقائق بس بلاش تقول 5 دقائق لسبب ايه هو حاول بقدر الامكان تعود لسانك على اليونتس بتاعه سيسكو لان الايجينج تايم باي ديفولت 300 ثانيه تمام لو انا حبيت ان انا اغيره لو انا معموده الثانيه على دقيقه هقول له ايجينج تايم مسافه 4 انتر عكتها بدل ما اخليهم 4 دقائق خليتهم 4 ثواني فحاول بقدر الامكان تعود لسانك على اليونتس بتاعه سيسكو تمام فتاني اي قيمه في التيبل ده هتفضل لفتره اسمها الايجينج تايم ليه بقى قال لك افرض ان انا عندي سويتش بقاله سنين شغال تمام وقيم عماله تتحط جوه التيبل اي سويتش بيبقى له طاقه استيعابيه معينه هنبقى نشوف الكلام ده في العمل باذن الله في سويتشات تقدر تشيل مثلا 8000 ميج 10000 ميج 12000 ميج على حسب القدره بتاعه السويتش والميموري بتاعته حجم الميموري بتاعته تمام فهفترض دلوقتي مثلا السويتش ده الميموري بتاعته او الماك ادرس تيبل اتملى على الاخر هيبدا يحصل مشاكل كتير هنتكلم عنها بالتفصيل المحاضره الجايه ان شاء الله تمام فمنعا بقى للمشاكل اي قيمه بقى لها فتره في التيبل وجهاز ايه بطل يبعت ترافيك ايه لازمتها تفضل ما تتمسح تمام فنفترض ان جهاز ايه لسه بعت داتا دلوقتي فهيصل هنا في التيبل والتايمر بتاعه هيبقى كام او الايجينج تايم هيبقى 300 تمام بصوا بقى كده عداد نظام عداد 300 299 298 295 ام جهاز ايه ام بعت فريم تاني التايمر ده ايه اللي هيحصل له يترسل تاني من 300 طب افرض ان جهاز ايه اتشال ولا بطل يبعت داتا وحتى لو في الشبكه بس بطل يبعت داتا تمام التايمر ده هيفضل ايه ينزل 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 لغايه ما اول ما يوصل لزيرو السطر ده هيختفي ما هو معنى كده ان جهاز ايه ما بعتش يبقى ده معناه ممكن يكون اتطفى ايه لازمه ان يبقى عندي انتري في التيبل ملهاش لازمه ما احنا قلنا تاني ان اي سويتش في الدنيا ليه طاقه استيعابيه معينه الماك ادرس تيبل مش عايز اسمح له اصلا انه يتملى على الاخر يتملي على الاخر تمام هنت كمان كنا قلنا ان الجهاز او السويتش بيستنى لغايه ما الجهاز يبقى هو السورس بيحط له قيمه عشان كده قلت لكم استنيت لما جهاز سي بدا يرد بدا يربلاي وحطيت له قيمه جوه الماك ادرس تيبل صح ليه بقى قال لك اصل السورس بيبعت شور موجود انما الديستنيشن اولا في البدايه انا ما اعرفش اصلا مربوط على بورت كام ثانيا افرض حتى ان يعني جهاز ما ردش او مش موجود في بالظبط مش موجود تمام ايه اللي يخليني احط له انتري اساسا في الماك ادرس تيبل وهو دازنت اكزيست يبقى دايما الماك ادرس تيبل بيبني بايه بالسورس ولا بالديستنيشن بالسورس واضحة؟ ده طريقة شغل السويتش تمام؟ نراجع برضو كده على السريع ايه الفرق ما بين بروكاست دومين والفرق ما بين كوليجن دومين تمام؟ بروكاست دومين فور هاب في كام بروكاست دومين؟ واحد بس لان دلوقتي الهاب لو اي جهاز بعت بروكاست الداتا دي هتسمع كل طب فور سويتش في كام بروكاست دومين؟ برضو نفس الكلام واحد بس تمام لان اصلا الجهاز اصلا قصده يا عم يبعت اصلا بروكاست فيوصل الكل اوكي بالنسبه للكوليجن بقى فور هاب في كام كوليجن دومين واحد لان اي جهاز ممكن يخبط مع جهاز تاني فور يا واد خليك معايا يا واد تتخانق ايه ما حبيتش تتخانق اللي هنا اهدى اهدى اعقل فور سويتش في يوسف فور سويتش في عندي بقى كم كوليجن دومين على حسب الانترفيس عدد الانترفيس تمام كنا قلنا ان السويتش باي ديفولت ما بيحصلش عليه كوليجن يعني لسه مطلعاه من علبته يحصل عليه كوليجن انت لو انا خليت واحد هاف دوبلكس وواحد فول دوبلكس يحصل كوليجن انما الديفولت كده ما بيحصلش عليه كوليجن ليه ما بيحصلش عليه كوليجن هفترض سيناريو زي ده عندي جهاز اي وجهاز بي الاثنين عايزين يبعتوا داتا للسي في نفس الوقت الهاب الغبي كان بياخد الداتا من الاثنين يبعتها للسي في نفس الوقت انما السويتش
بياخد الداتا من A و B يحطها جوه بفر. بفر يعني ايه؟ جزء من الميموري، تمام؟ تخزن ويبدا يبعت لل C واحده واحده. عشان كده سويتش باي ديفولت ما بيحصلش فيه كوليجن. يبقى في كام كوليجن دومين؟ فرقوا ما بين كوليجن وكوليجن دومين. كوليجن دومين يعني ايه؟ هو ايه ممكن يعمل كوليجن مع مين؟ مش مع حد، يبقى مع نفسه كده في كوليجن دومين لوحده. بي ممكن يعمل كوليجن دومين مع كوليجن مع مين؟ مش مع حد، يبقى مع نفسه في كوليجن دومين لوحده. انسوا واضحه؟ تمام. ايه رايكم؟ التوبولج ده سويتش، واللي هنا دول هابس، تمام؟ ايه رايكم التوبولج اللي قدامكم ده؟ هوقف بس الفيديو كده كام ثانيه، فكروا كده التوبولج اللي قدامكم ده فيه كام بروكاست دومين وفيه كام كوليجن دومين؟ ها، فور بروكاست. لو اي كاست من دول بعد بروكاست يوصل لمين؟ للكل، صح؟ مفيش عندي راوتر مثلا في النص يعمل لي سيجمنتيشن. احنا كنا قلنا ان الراوتر ما بيعديش اساسا البروكاست، وده منطقي جدا لان بروكاست معناه داتا هتوصل للكل، صح؟ فلو الراوتر ده دلوقتي الراوتر هو اللي رابطني بالانترنت، لو كان الراوتر استغبى وعدى البروكاست هتوصل على الكل، مش صح؟ الا في بعض الاستثناءات زي الهيلبر ادرس. الاي بي هيلبر ادرس تاسك اللي اديتها لكم محدش عبرني، ايه موجود حليته؟ ماشي. كنا قلنا ساعتها ان الراوتر بيستقبل البروكاست يحوله يونيكاست ويبعته للشبكه، تمام؟ تنزل فرصه عملته؟ فاكر تمام. يبقى التوبولوجي ده فيه بروكاست دومين واحد بس، فيه كام كوليجن بقى؟ مش الهاب كله بالظبط اربعه، مش الهاب كله على بعض في كوليجن دومين لوحده؟ طب والسويتش عدد الانترفيس؟ ادي 1 2 3 4 تمام. يبقى في هنا كام كوليجن دومين؟ اربعه. طيب التوبولوجي اللي قدامنا ده اللي بعديه ده، تمام، برضو في هنا كام بروكاست دومين وفي هنا كام كوليجن دومين. ابعد عن الانترنت كونكشن اللي فوق ده، عايزه بس الشبكه اللي تحت. ها دلوقتي انا اللي بدات اهو الجهاز ده لو بعد بروكاست يوصل لمين؟ لدول والسويتش الناحيه دي ويوصل للراوتر، بس الراوتر مش هيعديه، يبقى دي واحد، تمام؟ والناحيه دي نفس الكلام واحد. الراوتر ما بيعديش البروكاست، بس الراوتر ينفع انه يجنريت بروكاست عادي، تمام؟ فالراوتر ذات نفسه اساسا ممكن يبعت بروكاست. فممكن دلوقتي الراوتر ده لو بعت بروكاست هيوصل لمين؟ للراوتر ده، بس مش هيعدي الناحيه الثانيه، يبقى ادي كمان بروكاست لمين؟ ودي واحد كمان، يبقى كده كام؟ ها؟ أربعة. الكوليجن بقى عدد الانترفيس بتاعت السويتش، ادي بورت التاني التالت الرابع، صح؟ وهنا نفس الكلام، ادي 8 وفي واحد فوق اهو 9، والناحية دي ده 10، والناحية دي زيهم يبقى 20. حد وقع مني في الجزء ده بحاجة؟